مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في موعد نشرة أحوال الطقس يطلع عليكم من قناتكم قناة الوطنية تيفي. إذا نبدأ نشرتنا الجوزة هاليوم بالصورة اللي اخترناها لكم، نروحوا بكم نبقاو دائما بعجائب الدنيا السبع. اليوم أنا رايحين بكم لمسرح الكورسيوم المتواجد بإيطاليا. إذا الوضعية المرتقبة إن شاء الله، ومشاهدينا الكرام لنهار فجر نهار الغد إن شاء الله الأحد استقرار جو بزبقة في الموعد، راح لاحظوا بعد السحب الكثيفة أجواء غائمة دون فعاليه ان شاء الله. اذا راح تعاود ترجع الاضطرابات الجويه حسب اخر النماذج ان شاء الله ابتداء من يوم الجمعه القادم باذن الله. اذا بالنسبه لدرجه الحراره مع الفجر ان شاء الله تعاود ترجع كما سبق وذكرنا درجه حراره هذا الاسبوع الاحد حتى يوم الخميس تعاود ترتفع درجه الحراره، نسجلوا 20 درجه مئويه على الجزائر العاصمه وضواحيها، 21 درجه مئويه على عنابه، 15 درجه على قسنطينه، من 11 حتى 13 درجه على ولايه الهضاب العليا. بالنسبه الولايات الصحراوية نسجلوا 18 درجة على غردة يزلفان بريان، نفس المقياس على منطقة ثورة. إذا بالنسبة للوضعية المرتقبة إن شاء الله وبإذن الله بعد ظهيرة نهار الغد الأحد كما سبق وذكرنا حيعاود يرجع استقرار جوي، راح يعم استقرار جوي على جل ربوع الوطن مع بعض السحب الكثيفه اللي تلاشت تدريجيا ان شاء الله بعد الظهيره. زوابع عربيه نشطه على تندوف على تمنراس اليزي وجانيت، سرعه الرياح تروح 30 حتى 60 كيلومتر في الساعه، الحيطه والحذر لانه زوابع عربيه هذه راح تاثر على الرؤيه ديالنا. اذا بالنسبه لدرجه الحراره ان شاء الله وباذن الله بعد ظهيرة نهار الأحد ترتفع درجة الحرارة على الجزائر، سجلوا مقياس 30 درجة مئوية، 33 درجة مئوية على وهران، من 25 حتى 28 درجة مئوية على قسنطينة، تسمسيلة أم البواقي. بالنسبة للولايات الصحراوية هنا درجة حرارة على العموم راح تبقى فصلية طيلة هذا الشهر، 33 درجة سجلوها على بني عباس تندوف، 38 درجة بأقصى الجنوب برج بجي مختار ووسط الصحراء. حالة البحر إن شاء الله مشاهدينا الكرام اللي نهار الغد الأحد قليل اضطراب على العموم، هذا على طول الشريط الساحلي سواحل الوسطى الشرقية حتى الغربية مع اتجاهات رياح مختلفة من شمالية شرقية تعود ترجع إلى شمالية غربية إلى غربية تماما، سواحل العوانة حتى سواحلنا الغربية سواحل مرسى بمهدي. مشاهدينا لهنا حقنا ختام موعد نشرتكم جو بزاف رئيسيه لنهار الغد الاحد، خدموها كالعاده موعدكم الفلكي لشروق وغروب الشمس، الشروق على الساعه 7 صباحا ودقيقه واحده، اما الغروب على الساعه 6 و3 دقائق مساء. لمزيد من المعلومات نقول لكم زوروا مواقع قناتكم قناه وطنيه تيفي، هي دائما في خدمتكم. بقاو على خير، بقيه متابعه شيقه.